بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. في بدء أن أعتذر لأني أزلت هذا الفيديو قريبا، لكن أنزله مرة أخرى لأهمياته القصوى. فضل ليلة القدر العظيم، ومتى هي على الراجح من أقوال العلماء، وسنن بسيطة جدا أفعلها لغافل عنها كثير من الناس، لأنك فعلتها حظيت بثواب عظيم جدا 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 لا يعلمه كثير من الناس. أولا، فضل ليلة القدر. ولماذا سميت ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها الآجال أو تنسخ فيها الآجال والأرزاق للعام كله، ويأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة، يقول أفقروا هذا، أغنوا هذا. قال بعض الناس سميت القدر لقدر العظيم، لان شيء له قدر، يعني شيء له قدر عظيم جدا. وايضا سن لنا رب العالمين ليله القدر لقصر اعمار هذه الامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي ما بين 60 و70 وقليل ما يتجاوز ذلك. فحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني اسرائيل حمل السلاح 500 عام وجاهد في سبيل الله، وقيل عبد رب العالمين 500 عام. فاستحسر الصحابه رضي الله عنهم، قالوا لا، وكيف لنا بهذا الثواب يا رسول الله؟ متى نحصل هذا الثواب؟ يعني اعمارنا لا تسمح بذلك. فانزل الله سبحانه وتعالى ليله القدر انها خير من 1000 شهر، لنسبق الامم جميعها وتكون افضل امه. ف طيب، متى هي هذه الليله؟ العلماء مختلفون. منهم من قال انها متغيره من عام الى عام، منهم من قال انها ثابته، وانها على الراجح من اقوال العلماء انها ليله 27، وربما يكون هذا الراي راجح، وساعطيكم ادله كثيره جدا تقوي هذا الراي، وربما تصل به الى حد القطع او حد، حتى اقول لكم السنن البسيطه التي نفعلها في هذه الليله تحسبا للثواب العظيم والتي يغافل عنه كثير من الناس. اولا، حديث لا تحصى، حديث في سواه رواه ابن حبان: من كان منكم متحريها فليتحرها ليلة 27. الصحابة رضي الله عنهم رأوا رؤى وفكروا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد: أرى أن رؤاكم قد تواطأت على ليلة 27، فمن كان منكم متحريها فليتحرها ليلة 27. في حديث آخر صحيح: ليلة القدر ليلة 27. كل هذه حديث صحيح. حديث آخر قوي جدا: جاء صحابي كبير في السن، قال عربي، قال رسول الله: أنا رجل كبير وعليل، فمرني بليلة، أنا لا أقوى على قيام الليالي كلها، فأمرني بليلة أجتهد فيها. قال قال له: عليك ب 27 أو تحررها ليلة 27. سكت. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لو هو يعلم أنها ليست ليلة 27، يعني أو أنها تتنقل، لقال له يعني لما ضيع عليه أفوت عليه الخير العظيم، لكن كان خصية له، فقال له. لكن الحديث انتشر أيضا. طب ليش حصل شك؟ ليه اختلف حتى نجتهد؟ شوف الرسول برضو دليل تاني قوي جدا: تلاحى رجلان ارتفعت أصواتهما في المسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يأتي فأن يخبرهم، قال: جئت أخبركم بليلة القدر، ولكن تلاحى رجلان فرفعت فأنسيتها، ولعل هذا خير لكم. وده يوريكم افساد ذات البين بتعمل ايه، لكن ربما كان هذا لعله هذا خير. فتحروها في الليالي الوتر من اسم العشر الاواخر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جئت لاخبركم بها. طب يخبرهم بايه لو هي الليله متنقله زي ما بعض العلماء بيقولوا؟ طب هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم: هي السنه دي كذا، والسنه الجايه كذا، والسنه الجايه اللي بعدها كذا. ما اخبار الصحابه اخبار الامه كلها، اخبار الصحابه يقول. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بالعام بس، السنه بس اللي هم فيها، يقول لهم هي سنه كذا، ولا هيقول لهم ليله معينه تبقى السبت لغايه يوم القيامه؟ طبعا العقل ما تقول لها ليله سبت، مش معقول هيقول لهم جئت لاخبركم بها وهي متغيره، هيقول لهم السنه دي ليله كذا، السنه الجايه بعد السنه الجايه ليله كذا، السنه اللي بعدها ليله كذا. هذا لا يقبل العقل ابدا. فده دليل ايضا اخر على انها ليله 27. دليل ثاني، هناك طبعا أدلة عقلية، يعني دلوقتي بنتكلم عن الأدلة النقلية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حاول أحطكم دليل عقلي أو دليل عقلان حتى أتذكر، لأن أحاديث كثيرة التي تقوي أنها ليلة القدر. ده أول دليل عقلي.
في سورة القدر. العلماء جمعوا كلمة ليلة القدر اللي هو تسع حروف، ليلة القدر تسع حروف، اللي هو مذكورة 3 مرات، 3 × 9 = 27، دليل أقوى عقلي. سورة القدر 30 كلمة، كأنها بعدد أيام شهر رمضان. كلمة هي رقم 27، كلمة هي رقم 27. دليل آخر أنا آسف نسيته، لكن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أقسم، وهو من هو في العلم، سيدنا أبي بن كعب هو الذي استنتج أن آية الكرسي هي خير آيات القرآن، هي سيدة آية القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال له: هنيئا لك، هنيئا لك على العلم يا أبا المنذر. قال له تعتقد إيه أحسن آية في القرآن؟ قال له الله التي فيها الكرسي. كان لسه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لحد. شوفوا الفقه أبي بن كعب. فقال له تضرب على صدره وقال له: هذه سيدنا أبي بن كعب، والله إني لا أعلمها، وإنها الليلة التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بين ثلثي الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بيهم ليلة 23 تلت، وليلة 25 تلت الليل، جاء ليلة 27 صلى بيهم ثلثي الليل. ثم انتظروه ليلة 29 وكان جمع كبير جدا، فلم يخرج، قال: خشيت أن تفرض عليكم. ف ايه اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي التلتين؟ طبعا بعض العلماء يعني قالوا: لا، ما هو سيدنا أبي بن كعب اقسم انها 27 في السنه دي بس. طبعا هذا كلام يعني انا لا اقبل العقل. هو سيدنا أبي بن كعب يقسم انها لم يقسم بالله يقول هي 27 السنه دي بس؟ معقول؟ طبعا كلام. طيب اقول لك حديث اخر وده يوريك مذاهب الصحابه. سيدنا أبي بن كعب سأل واحد، قال له: رأيت يا أبا المنذر، أنا علمت أنها ليلة 27؟ قال له: بلى، لقد هي الليلة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صبيحتها، أنها ليلة صبيحتها تكون تخرج الشمس بدون شعاع، والله لقد عددنا وحفظنا، ولقد علم ابن مسعود ذلك، لكنه كره ان يقول ذلك لكم حتى لا تتكلوا، عشان الناس ما تتكلش. شوف بقى الكلام ده. يبقى ده مذهب مين؟ مذهب كمان عبد الله بن مسعود، ان هو عارف انها ليله 27 بس ما قالش يصرح للناس يقين، عشان الناس ما تتكلش وتترك، لان ده كان اللي هيحصل فعلا. الناس كلها كانت هتترك المساجد وما تصليش ليله 27. حديث اخر عن سيدنا معاويه بن سفيان صحيح، قال: هي ليله 27. فهكتب لكم كل الكلام ده تحت الفيديو، إن هذا علم يعني يستحق طبعا النشر لأنه صعب عظيم. طيب في حاجتين هم يعني شيء، هناك شيئان همان جدا سأقول يعني لو أنا فعلتهم حصلت ثوابا عظيما جدا جدا جدا، يغفر لهم كثير من الناس. زي ما الرقعة ليلة 27 أفضل من 30,000 رقعة، لأن العلماء استنبطوا وقالوا ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من 1,000 شهر، والشهر فيه 30 يوم بقى 30,000. فالرقعة في ليلة القدر، ليلة القدر أحسن من 30,000 رقعة في أي ليلة تانية حتى لو كانت في العشر الأوائل من رمضان. بس خرج ليلة القدر بره، يعني رقعة واحدة ليلة القدر أحسن من 30,000 رقعة في 30,000 رقعة تصلى في أي يوم ما فيش ليلة القدر، حتى لو كان في رمضان، حتى كان في رمضان بس مش ليلة القدر. أيوه، حتى كان في رمضان. كذلك الجنيه، إذا أنفقت جنيها واحدا ليلة القدر أفضل من 30,000 جنيه تنفقه في ليلة تانية. ده بقى الخطأ أو الغفلة أو الشيء اللي بيغفل عنه كثير من الناس. بحاول أخطب كثير من الناس يكون عنده ساعة ويستطيع أنه ينفق ما ينفقش. الصلاة والزكاة وجهان لعملة واحدة دايما مقترنة مع بعض. ليه ما تنفقش ال 29؟ أنت لو طلعت جنيه واحد كأنك طلعت أكثر من 30,000 جنيه في ليلة تانية. يعني طلعت 100 جنيه ليلة 27 كأنك صدقت بأكثر من 3 مليون جنيه في الميزانية يوم القيامة. يبقى لما تطلعش بيخسر قد إيه؟ لو عندك ساعة تقدر تطلع 500 طلع. لو تقدر، أقسم بالله في ناس بتطلع 500,000 ليلة 27. ف مش هنقدر نقول لكم طلعها كل يوم، لكن ليلة 27 التي نحسبها ونرجو أن تكون هي ليلة القدر، أخرج فيها، تصدق فيها. ثواب عظيم جدا جدا. اللي لو تقدر تطلع 100 تقدر، تقدر تطلع 200 تقدر، تطلع 300 تقدر، طلع تقدر تطلع طائف. لو طلعت 1000 جنيه افضل من انك افضل من اي، كانك طلعت 30 مليون جنيه، 30 مليون جنيه في ليله تانية، اي ليله تانية حتى لو كانت في رمضان نفسها بس مش ليله القدر، حتى في العشر الاول من رمضان. شوف الثواب العظيم. ففرصه عظيمه، سنندم يوم القيامه اشد الندم، ستندمون اشد الندم على هذا الثواب العظيم الذي يعلم ولا يعرف. الحاجه الثانيه دي ثواب عظيم جدا، صلاه التسبيح.
التي سنها كان السلف يفعلونها في شهر رمضان، واحسبهم يفعلونها في ليله القدر، بدايه من عبد الله بن مبارك رضي الله عنه، واحد من كبار التابعين، وكان يصليها. طبعا انا اتكلمت عنها كثيرا قبل ذلك. من مراقب هذه الصلاه كما جاء في كتب الاحناف انها اذا صليت مره واحده، من صلاها مره واحده دخل الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، وتغفر كل الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لسيدنا العباس رحمه رضي الله عنه: يا عم يا عباس، يا عم رسول الله، الا اخصك، الا اخصك، الا احبوك، الا اهديك؟ صلاه لو انك فعلتها غفرت ذنوبك كبيرها وصغيرها، قديمها وحديثها، اولها واخرها، سرها وعلانيتها، كل كبائر وذنائب، عامل زي الحج، تغفر كل الكبائر الا الكبائر المتعلقه بالحقوق الادميين فقط. وكان السلف الصالح يصلونها في شهر رمضان، وافضل ليله تصليها فيها هي ليله 27 باذن الله، يعني التي الليله التي نرجو باذن الله، وجاءت الادله انها ليله 27. ف تركع اربع ركعات، تصلي اربع ركعات، تقرا الفاتحه وسوره صغيره، وبعدين تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر 15 مره، 15 مره، ثم تركع تقول 10 مرات، ترفع 10 مرات، تسجد 10 مرات، بين السجدتين 10 مرات، تسجد مره اخرى 10 مرات، ثم ترتفع من السجده 10 مرات. خلي بالك بعد السجده الثانيه ما تقومش، بعد السجده الثانيه تجلس طول 10 مرات، يبقى كده في كل رقعه 75 مره، 75 تسبيحه، في كل تسبيحه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. حديثها صححه كثير جدا من العلماء، اكثر من 100 عالم، بدايه من عبد الله بن مبارك، حتى الامام احمد جينا نقم يضعف الحديث لكن رجع عن تضعيف الامام الذهبي، الامام السيوطي، الامام الشوكاني، من احدث المحدثين المعاصرين الالباني، الشوكاني، الامام الذهبي، كثير جدا من العلماء. ف وانا كتبت بالتفصيل اللي حب ان انا ابعت له ماهيه صلاه التصبيح وصحته وادله صحه الحديث و يكتب لي تحت الفيديو التعليق، وانا هبعت له الفيديو، هبعت له كل حاجه وكل حاجه بالتفصيل تحت. يبقى ننفق في هذه الليله، ده اللي بيغيب عن كثير من الناس، وتصلي صلاه التصبيح في هذه الليله مع الاجتهاد في القيام والاجتهاد في صلاه التهجد وقراءه القران وغيره. اكتب لكم الكلام ده كله تحت فيديو سخون شروق، اشهد هذا علمي في صواب عظيم، ومن علم علما فانه اجر من عمل به يوم القيامه، لا ينقذك من كل شيء وتشوش. تفعيل الجرس والاشتراك في القناه لسلكم كل جديد، ولتساعدوني على نشر السنه التربيه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي.